اليوم جمعية تحدي بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني بمديرية حي الحسني تنظموا هذه الخيمة ديال الكرامة يعني في إطار الأيام الأممية اللي هي 16، واختارنا اليوم أننا نتلاقاو مع النساء المستفيدات من خدمات الفضاء المتعدد وظائف النساء باش نوعيهم بأهمية يعني الوقاية خاصة يعني في العنف الرقمي اللي تتعرضوا ليه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الواتساب سواء في فيسبوك وكل يعني التطبيقات الإلكترونية. يعني كان اليوم الهدف هو نوعيو هاد النساء بالتبليغ، يعني أي مرة تعرضت للعنف رقمي أنها تبلغ به، وهذا ما كان في هذه الحملة وشكرا لكم. اليوم جمعية تحدي المساواة والمواطنة ستنظم حملة تحسيسية توعوية في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف حول مخاطر العنف الممارس على النساء وخاصة العنف الرقمي في خيمة سميناها خيمة الكرامة للنساء، لأن استدعينا فيها نساء ناجية من العنف، استدعينا فيها مسؤولين في قطاعات مختلفة في منطقة الحي الحسني من أجل أننا ندرسوا أية ممارسات فضلة لمحاربة العنف ضد النساء، وكذلك نتكلموا على المخاطر اللي ممكن تعرض لها النساء والفتيات وكذلك الشباب والشابات والأطفال من هذا العنف الرقمي اللي تنعتبره عنف خطير جدا واللي يمكن يصيب الجميع بدون الوعي به، وهو جريمة اللي خصنا نعاقبوا فيها المعتدي. وهذا المعتدي ماشي فقط تكون في أحيانا مجهول، بل هو تكون معروف من الأقارب، يمكن يكون زوج، يمكن يكون طليق، ممكن يكون جار، يمكن يكون زميل إلى آخره. اليوم حان الوقت من أجل أن نقوله بصوت مرتفع كفى من العنف، كفى من التحرش، كفى من العنف الرقمي، وحان الوقت كذلك للحماية الحقيقية وقوانين عادلة وقوانين حمائية لمناهضة العنف وكذلك حماية النساء والفتيات من هذا العنف. اليوم اللي تنطالبوا به هو أن تكون خطة مندمجة اللي تكون فيها كل شيء الوزارات معنية ومسؤولة من أجل مناهضة العنف، لأن العنف ما تحاربوش وزارة وحدة ولا جوج، بل كل معني بأنه خصو يحارب العنف من الجذور ديالو بوسائل ملموسة وكذلك على الصعيد الوطني، وتكون كذلك خطة دقيقة، لأن العنف ماشي هو تشريعي فقط بل هو توعوي تحسيسي وهو تغيير عقليات وهو سياسات عمومية من أجل محاربة العنف. اليوم كنحضروا في هذا الملتقى اللي هو خيمة الكرامة اللي كتنظموا جمعيات التحدي والمساواة والمواطنة بالتنسيق مع التعاون الوطني. هذا هو العمل الميداني اللي خصو يدار من أجل رفع الوعي ديال النساء ومن أجل محاربة كل أشكال العنف، لا العنف الرقمي ولا العنف الاقتصادي ولا العنف المادي. وبدورنا كمنتخبين ما علينا غير ندعموا هذه التجارب اللي هي ميدانية وفيها كل عمل تطوعي بدون مقابل. إذا بهذه المناسبة كنوجه نداء لكل النساء وكل المغاربة رجال ونساء باش ينخرطوا في هذا المشروع الكبير ديال تغيير المدونة، لأن إن فوا نغيروا المدونة يمكننا نحروا المجتمع ديالنا من أجل استشراف آفاق واعدة ومن أجل مغرب أكثر متسع للجميع، نساء ورجال وكل الأطفال وكل الشباب. وتحياتي. جد سعيدين بالتواجد معنا اليوم في هذه التظاهرة وهذه الحملة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات. احنا بصفتنا كفعاليات المجتمع المدني وك يعني جمعيات وكأطر شريكة يعني مع هذه الجمعية هذه في العمل ديالها، دائما كنشتغلوا بحكم الشغل ديالي ككوتش في مركز طب الإدمان برئاسة السيدة رشيد الصحري اللي في جامعة البانوسي. فاحنا كنا دائما كنقوموا كيجيونا حالات ديال النساء مؤنفات، كنحيلوهم لهذه الجمعيه هذه بحكم ان الاشتغال ديالنا كيبت في هذا الصدد هذا اللي هو عنده علاقه فالادمان والعنف، فهما يعني مواضيع مشتركه. فدائما كنا كنحيلوا الحالات ديالنا لهذه الجمعيه هذه اللي كتقوم بالدعم ديالو. اليوم حضرنا في هذه الندوه هذه في هذه الخيمه اللي هي تحت اسم خيمه الكرامه، بالفعل فهي خيمه للكرامه باش نقولوا كفى يعني للعنف ضد هذه الفئه الهشه من النساء والفتيات. فكفى كنحاولوا ما امكن كنضموا الصوت ديالنا لهذه الجمعيه كفاعلين جمعويين كافراد ديال المجتمع المدني اللي عندنا امهاتنا عندنا الاخوات ديالنا، فكنضموا الصوت كنقولوا كفى لهذا العنف هذا سواء كان في عنف جسدي نفسي لفظي رقمي، يعني جميع اشكال العنف. فاحنا ضد هذا
هاد المصطلحات وضد هاد السلوكيات. وشكرا.